بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم عبد الله. أم عبد الله تقول: إذا قرأت الأذكار وذهبت للنوم، فهل إذا قمت من الفراش أو تحدثت مع أحد هل أقوم بقراءتها مرة أخرى أم تكفي القراءة الأولى؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المسلم إذا أوى إلى فراشه وأتى بالورد المشروع ونام على ذلك، هذا هو السنة، وبذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى في نومه من إزعاج الشيطان له، لا سيما إذا قرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قام أو استيقظ في أثناء الليل، فالمشروع له أن يذكر الله عز وجل بالتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار والدعاء لما ورد في الأحاديث من الترغيب في ذلك لمن استيقظ من نومه أثناء الليل، فإنه ينبغي أن يشغل وقته بذكر الله حتى يعود إليه النوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض الناس هدانا الله وإياهم لا يهتمون كثيرا بالأذكار، لا بالأذكار عند النوم، ولا بأذكار الصباح والمساء، ولا بأذكار الدخول والخروج إلى البيت، فلعل لكم كلمة توجهونهم جزاكم الله خير. الأذكار الشرعية هي الحصن الواقي للمسلم من أعدائه، ولذلك جاء في الحديث أن يحيى بن زكريا عليهم السلام قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو ليقتلوه، فأوى إلى حصن فآواه الله منهم ونجى منهم. كذلك ذكر الله عز وجل فإنه حصن للمسلم يمنع شر أعدائه عنه، فيتأكد على المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ولا سيما الأوراد الصباحية والمسائية، وأعظم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس، فإن الله سبحانه وتعالى يحمي بها المسلم من الشرور ويكفر عنه بها السيئات ويرفع له بها الدرجات. ولهذا جاء أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. الحاصل أن ذكر الله وأعظمه الصلاة وتلاوة القرآن وأنواع الذكر المشروعة لذلك حصن عظيم يتحصن به المسلم من شياطين الإنس وشياطين الجن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تدلون الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات على كتب تحوي هذه الأذكار شيخ صالح؟ الكتب كثيرة ولله الحمد، مطولة ومختصرة. طيب. فمنها على سبيل المثال كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ومنها الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، ومنها رسالة مختصرة لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وحفظه بعنوان تحفة الأخيار، وهي نبلة مختصرة. فعلى المسلم أن يقرأ في هذه الكتب وأن يتعلم منها الأذكار المشروعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أم عبد الله وتقول: هل يجب وضع الحنة على الشعر
الشعر أو اليدين والأنثى على طهارة؟ لا يجب ذلك، لا بأس أن تضع الحنة على الشعر وعلى اليدين ولو كانت على غير طهارة. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا نسيت وأكلت شيئا من الطعام وأنا صائمة تطوعا أو قضاء، فهل الصيام صحيح؟ إذا كانت متعمدة لأكل الطعام وهي صائمة فإن صيامها يبطل، لأن الله جل وعلا حرم على الصائم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في نهار الصيام. قال تعالى: وكلوا الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ألا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب أو يعمل شيئا من المفطرات متعمدا؟ أما إذا أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه، ولكن عليه أن يمسك إذا ذكر أو ذكر أنه صائم يمسك عن الأكل والشرب. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، هذا في حق الناس. أما المتعمد فإنه يبطل صيامه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الشروط الواجب توفرها للشهادة مع الشخص بأنه معسر؟ وما الحكم إذا كان مدعي الإعسار مبتلا ببعض المنكرات، وإذا كان له دخل ثابت أو كان له عقار مؤجر أو كان موظف، هل يجوز أن يشهد له بأنه معسر؟ جزاكم الله خيرا. الشهادة تعتمد على العلم بالمشهود به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، إما عن طريق رؤية أو عن طريق سماع أو استفاضة أو غير ذلك من طرق العلم. أما إذا لم يكن عنده جزم ومعرفة بما يشهد به فإنه لا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم، فإن هذه شهادة الزور محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها حتى قال الحاضرون من الصحابة: ليته سكت. إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره بهذا البيان والتوضيح للناس. والمعسر هو الذي يكون ما عنده من المال أقل مما عليه من الديون، ما كان موجوده أقل مما عليه من الديون الحالة التي يطالب بها ويطالب بسدادها، هذا هو المعسر. وإثبات عسرته لابد من 3 شهود يشهدون بعسرته حتى يقول كما في الحديث: حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. هذا نصاب شهادة العسرة، وتكون شهادتهم عن علم وخبرة بحال المشهود له بالعسر. فالحاصل أن هذا الأمر لا يجوز التساهل فيه، بل لابد أن تكون الشهادة على بر وعلى صدق في هذا وفي غيره. الشهادة لها شأن عظيم وترتب عليها أمر عظيم من إثبات ما يشهد به أو يشهد عليه، يترتب عليها أمور عظيمة من حقوق الله عز وجل وحقوق الناس وما يحكم به على المشهود عليه أو يحكم به للمشهود له. فلا بد أن تكون الشهادة عن علم وعن تثبت، وأن يكون المقصود بها بيان الحق، ليس المقصود بها الحمية أو العصبية لشخص، فإن الشهادة إنما تكون لله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
بعهد الله أوفوا. فالحاصل أن الشهادة أمر عظيم، وإن كان تساهل في شأنها كثير من الناس، اعتبروها من الأمور التي يتساعد الناس بها فيما بينهم، ويشهد بعضهم لبعض من باب المساعدة أو العصبية والحمية له، ويكتمون الشهادة إذا كانت لغير من يتعصبون له وغير من يحامون عنه. الشهادة بالباطل وكتم الشهادة بالحق كلاهما أمر خطير. قال تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن المعسر كما تفضلتم شيخ صالح من كان ماله أقل مما عليه من الديون. جزاكم الله خيرا. إذا كان له عقار، إذا كان له ممتلكات، إذا كان موظف مثلا وله دخل ثابت، هل يعتبر هذا معسر شيخ صالح؟ نعم، إذا كانت هذه الأشياء أقل مما يجب عليه من الديون وما هو مطالب به من الديون، فإنه يعتبر معسرا بقدر ما يدفع هذه الحاجة عنه ويسدد ديونه. نعم، جزاكم الله خيرا. بعض الناس يستثني العقار في مثل هذه الشهادة فلا يخطر بباله، ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ لا فرق بين العقار وغيره. إذا كان غلة العقار وما يحصل من العقار أو قيمة العقار أقل مما يجب عليه من الديون والحقوق، فإنه يعتبر معسرا ويعتبر فقيرا تحل له الزكاة. جزاكم الله خيرا. يذكر صاحب هذا السؤال المنكرات فيقول: إذا كان مدعي الإعسار مرتكب لبعض المنكرات. إذا كان مرتكبا لبعض المنكرات وهو محتاج وفقير أو معسر وعليه ديون، فإنه لا بأس أن يساعد بالمال بقدر ما يدفع حاجته أو يسدد ديونه، مع المناصحة له لترك المعاصي. وأما إذا كان يعطى هذا المال يستعين به على الحرام وليشتري به ما هو محرم، فإنه لا يعان بذلك ولا يساعد. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب، فلا يعطى ما يستعين به على الباطل. جزاكم الله خيرا. إذا أسهم تلك المعاصي وتلك المنكرات في إعساره شيخ صالح، هل لكم من توجيه حولكم الله؟ إن كان تاب من هذه المعاصي وهذه الذنوب ورجع إلى الله، فإنه يساعد ويعان. أما إذا كان سيستمر فيها ويستعين بما يدفع إليه يستعين به على مزاولة هذه المعاصي والاستمرار فيها، فإنه لا يساعد، كما ذكرنا في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول في نهايتها: أخوكم أبو المعتصم. أبو المعتصم يسأل ويقول: أيهما أفضل في صلاة التراويح للإمام، القراءة من المصحف أم عن ظهر قلب؟ لأنني سمعت أحد العلماء ينهى عن القراءة للإمام من المصحف نهائيا ويعتبرها مشغلة، وسمعت آخر يحبب القراءة من المصحف خوف الارتباك والخطأ، افتوني أي الأمرين نتبع؟ جزاكم الله خيرا. هذا يختلف باختلاف النفس. فإذا كان الإمام يجيد الحفظ والقراءة عن ظهر قلب، فإنه يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف. أما إذا كان الإمام لا يجيد القراءة عن ظهر قلب ولا يتقن الحفظ أو لا يحفظ أصلا، فلا مانع أن يقرأ من المصحف لصلاة التراويح، صلاة التهجد، للحاجة إلى ذلك. فالحاصل أن الأصل أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب حافظا للقرآن، وإذا لم يستطع فإنه يقرأ بالمصحف. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا شخص نتعامل معه ونستلف منه بالعملة المحلية ويحسبها بالدولار حال السداد أو في وقت السلام، وغالبا يتم حسابها وقت القضاء بالدولار حسب سعره في ذلك الوقت، فهل هذا من الربا؟ ليس هذا من الربا إذا كان في ذمة شخص ديون من نقود معروفة، نقود معينة، ثم يتفق مع صاحب هذا الدين بأن يدفع له من عملة أخرى عن طريق المصارفة، فلا بأس بذلك بشرطين. الشرط الأول أن تكون بسعر يومها بما تساويه وقت المصارفة. الشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء. فإذا تم هذان الشرطان فإنه لا ربا في هذه المسألة والحمد لله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة
الصحابة كانوا يتبايعون الإبل في مكان بالنقود ثم يعتاضون عنها، يبيعونها بالذهب مثلا ثم يعتاضون عنها بالفضة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بذلك إذا كانت بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في أندرمان بالسودان، وباعثها أحد المستمعين من هناك يسأل ويقول إذا أشرقت الشمس وأنا لم أصلي الصبح بعد، هل أبدأ بالسنة أو أبدأ بالفريضة؟ تبدأ بالسنة حتى ولو كان بعد خروج الوقت، تبدأ بالسنة بالراتبة ثم تصلي بعدها الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر مرة في السفر ولم يستيقظوا إلا بعدما مسهم حر الشمس، لأنهم كانوا قد سهروا بالليل في المشي وتعبوا، فثقل عليهم النوم في آخر الليل ولم يستيقظوا لصلاة الفجر إلا بعد خروج وقتها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من الوادي الذي ناموا فيه إلى مكان آخر، ثم صلوا راتبة الفجر، ثم أمر المؤذن فأقام وصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم. على أنه يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز التساهل في تأخير صلاة الفجر عن وقتها متعمدا، وأن يعتاد الإنسان النوم عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا إذا قام، فإن من جعل هذا عادة له أو تساهل فيه فإنه لا يجوز له ولا يحل له، وليس هذا عذرا له عند الله سبحانه وتعالى، إنما هذا في من كان عازما على الاستيقاظ والصلاة مع الجماعة في الوقت ولكن غلبه النوم، فهذا هو المعذور، لأنه كان عازما وناويا على القيام، عازما على القيام وناويا وقاصدا له لكن غلبه النوم بغير اختياره ولم يكن هذا عادة له، هذا معذور. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة هل أصلي تحية المسجد والإمام يخطب أم أجلس مباشرة؟ جزاكم الله خيرا. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. فدل هذا الحديث على أن من دخل لصلاة الجمعة والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن يخففهما ويتجوز فيهما. نعم، جزاكم الله خيرا. ما معنى الحديث إن الله لا يقبل صلاة المسبل؟ لا أعرف الحديث بهذا اللفظ، ولكن الإسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ومعنى الإسبال ما نزل عن الكعبين من اللباس من ثوب أو بشت أو سراويل أو إزار، كل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل فإنه يعد من الإسبال المحرم، فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك، وإذا صلى وهو مسبل فصلاته صحيحة لكنه يأثم على الإسبال، أما صلاته في حد ذاتها إذا توفرت شروطها وأتى بأركانها وواجباتها وما يشرع لها فإن صلاته صحيحة، ولكنه يأثم على الإسبال المحرم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي.